بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شركة حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا، نظمنا هذا المعرض يشرح التراث المكي لحجاج بيت الله الحرام. تنوعت المعروضات في هذا المعرض ما بين لوحات ومجسمات وأزياء تراثية توضح ثقافتنا المكية، توضح الحارة القديمة، توضح الملابس القديمة ومواهبنا الموجودة في المنطقة. استقبلنا وفود كثيرة من الحجاج. كان عندنا منطقة أو بي آر اللي كان الفيديو اللي فيها يتكلم عن زيارة جبل الرحمة، وكان هذا افتراضي. افتراضي. نعم. اللي هو كان فيه فيديوهين اللي زيارة الجبل الرحمة ومكة ما قبل البعثة. طيب إيش الرسالة اللي بتوصلوها للحجاج؟ نحن نبغى نحاول إنه هي ما تكون بس رحلتهم دينية أو إنه اللي هي رحلة الفريضة. حاولنا تكون إن هي رحلة إثرائية ثقافية. يتعرفوا فيها على تراثنا، يشوفوا فيها مكة من ناحية أخرى، من ناحية جوانب ثقافية. مختلفة. نعم. من ناحية ثقافية، من ناحية فنية تراثية. نعمل لهم يعني فعاليات غير انه هي بس يجوا كرحلة دينية للحج. طبعا هي اكبر سعادة اننا كانت ردة فعل الحجاج. لما يدخلوا يتفرجوا على المعرض، ولما يصوروا، لما يجربوا الفي ار، لما يتصوروا معانا، لما اخذوا الصور حقت الحرم اللي هي الاشياء اللي كنا نحن بنوزعها. وزعنا لهم هدايا من سجاجيد، من شمسيات، من صور تذكاريه. ممتاز. جربوا قهوتنا السعوديه، جربوا يعني شموا ريحه البخور. بس ما في معمول. ما في معمول. طيب يلا شكرا لك. الله يعطيكم العافيه.